يبدو أن التحالف الرباعي بين الصدر والعبادي والحكيم وعلاوي بدأ يطرح أوراقه بقوة على طاولة المفاوضات مع الكرد وقادة الكتل السياسية السنية. فالاجتماعات الأخيرة بين هذا التحالف وتلك القوى أعطت إشارات إيجابية حول عدم موانعة الأطراف في أن يكونوا الكتلة الأكبر التي ستشكل الحكومة المقبلة. طبيعة التحالف النواة الأكبر أنا أعتقد أنها تدلل بما لا يقبل الشك عدم وجود انشقاقات، خصوصا في ظل رجحان كل من سائرون والنصر في تشكيل ورسم الخارطة السياسية القادمة. على الطرف الآخر بدأ تحالف الفتح يتجاوب بشكل لم يكن متوقعا مع القوى التي أعلنت نواة الكتلة الأكبر، خاصة بعد تصريحات لممثلين في تحالف الفتح بأنهم لا يريدون أن يبقوا خارج تشكيلة الحكومة المقبلة، وهو ما فتح الباب على مصراعيه لاجتماعاته مع الصدر والعبادي. أصبحت الكتل تملك أرقام أكبر مما هو متوقع، لا يستطيعون، لكن سيؤثرون على حجم التوافقات في اختيار الرئاسات الثلاث. نعم قد يكون ذلك إن لم يتوحدوا. أما تحالف المحور الذي يمثل الساسة السنة فقد أنهى جميع أوراقه بطرح ثلاثة مرشحين لرئاسة البرلمان بانتظار الكتل الشيعية التي ستأتي للتحاور معه وتنفيذ شروطه كي يدخل معها في تحالف جديد. ذهبوا باتجاه الكتلة الأكبر، ربما ستعقبه لقاءات مع قوى أخرى من الجانب الكردي، بالتالي التواصل إلى نقاط تفاهم في هذا الإطار، ومن يضمن الأكراد يضمن الوصول إلى الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي. وتبقى خارطة التحالفات السياسية في العراق معرضة للتغيير أو مفاجأة قد تقلب المعادلات رأسا على عقب. ومع دخول التوقيتات الدستورية حيز التنفيذ في العراق، تبقى اللحظات الأخيرة ربما هي سيدة الموقف في حسم الكتلة الأكبر قبل انعقاد جلسة البرلمان المقبلة أو حتى داخل جلسة البرلمان إن عقدت. محمد فاضل، الغد، بغداد.